انت ما تستحي؟ ها؟ انت ما تستحي؟ هاي مدير دار انت؟ انت مدير داره؟ ما تستحي والله انت ما تستحي. ما تستحي والله. انت مدير تمثل المثنى انت؟ انت تمثل المثنى؟ محافظة المثنى انت مهندس مهندس زراعي وعود مدير الزراعه. ماك موظفين. ما هذا ابونا. ما هذا طب. ما هذا طب. ادرفعني ها؟ ادرفعني مو؟ ادرفعني. لا عمي شنو؟ والله ما حد والله ما حد خلي حد حد شنو حزه؟ تحت تجري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن تصنيف جديد يضع العراق كأسوأ بلد في العالم. مجموعة باف الدولية للإحصاء والاستطلاع أعلنت أن العراق احتل المركز الأخير في قائمة أفضل البلدان في العالم لعام 2021. تصدرت كندا وفقا لمجموعة باف المرتبة الأولى من بين أفضل دول العالم، تلتها اليابان في المركز الثاني وألمانيا في المركز الثالث. جاء العراق في المركز الأخير، المركز العاشر عربيا والأخير عالميا، ترتيب 78 دولة بحسب تصنيف هذه المجموعة. فالعراق يتذيل هذه القائمة من جديد وكالعادة طبعا في كافة الإحصاءات، في أغلب البيانات التي تخرج والتقارير والتقارير الاستقصائية والإحصاءات الدولية، العراق دائما يتذيل منذ الاحتلال ولغاية اليوم، يسير من سيء إلى أسوأ. يعتمد التقرير على عدد من الخصائص النوعية، الانطباعات التي تدفع بالتجارة، السفر، الاستثمار، التأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية، وهناك أمور أخرى أيضا يقوم على أساس هذا التصنيف. وضعت العراق في هذا المكان، في هذا الترتيب، أسفل القائمة، أسوأ بلد في العالم اليوم العراق. ليش وصلنا إلى هذا الحال؟ لماذا وصل العراق إلى هذا المستوى من الانهيار أن يخرج من التصانيف أو تصنيفات أو يكون ضمن تصنيفات في ذيل الترتيب؟ لماذا العراق اليوم بلد دائما ينظر إليه بلد فاسد، بلد مدمر، بلد خطر للعيش فيه، بلد خطر للاستثمار فيه، بلد غير مستقر أمنيا، اقتصاديا، سياسيا، بلد من الناحية التربوية والتعليمية ضعيف وخارج التصنيفات، بلد من الناحية الصحية نراه اليوم كما تعلمون في العراق هناك أزمة في قضية فيروس كورونا وغيرها، من الناحية الأمنية والميليشيات وغيرها. طبعا لدينا جوانب أخرى متعلقة بالزراعة وبالمخدرات وبالتربية والتعليم سنتطرق إليها ونتحدث عن جزء بسيط من ما يعاني منه العراقيون والبلد العراق، بلد العراق كله ككل، كيف يعاني، كيف هو مدمر، كيف هو منهك من هذه الجوانب وفي هذه القطاعات. طبعا رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى رعد التميمي قال إن المحافظة تعاني من صعوبات كبيرة في تأمين المياه لدعم خطة الاستزراع الصيفي ضمن أنهر حوض ديالى تشكل 80% من المناطق الزراعية في المحافظة. هذا الموضوع دفع إلى إلغاء خطة الاستزراع بشكل استثنائي طبعا لأن المياه المتوفرة ستكون للشرب فقط، وهناك معاناة كبيرة على هذا القطاع. جوانب كثيرة في العراق حقيقة يعاني منها المواطن العراقي، ونتساءل ما الذي قدمته هذه الحكومات طيلة 18 عاما من حكمها؟ لماذا لم ترتقي بالعراق وبالعراقيين إلى مستويات أعلى في ظل وجودهم على أرض غنية، في ظل وجود ثروات طبيعية وثروات مادية تساهم في نهوض هذه البلد أو أي بلد في العالم؟ لماذا لم تستغل بشكل صحيح ليترك العراق اليوم يتذيل القوائم ويسير من سيء إلى أسوأ؟ المشهد اللي شفتوه في بداية الحلقة كان مدير دائرة زراعية في محافظة المثنى وهناك اعتصام من مهندسين زراعيين أمام هذه الدائرة. بهذه الطريقة يتعامل هذا المسؤول مع المعتصمين، مع المتظاهرين، مع شباب البلد، أبناء هذا البلد الذين من المفترض أن يرتقوا به ويصعدوا بهذا البلد بإمكانياتهم وعلمهم، نرى يعاملون بهذه الطريقة.
يعني لماذا يتم استغلال السلطة بهذا الأسلوب؟ لماذا يتم النظر إلى المواطن بطريقة بنظرة فوقية، وكأن المسؤول الموجود اليوم في العراق هو حقيقة يقدم خدمة أو فضل، يحمل المواطن العراقي فضل وجميل أنه هو موجود بالمنصب وده يحكم، يتعاملون مع المواطن بنظرة فوقية، استعلاء، ينظر إلى المواطن وكأنه شيء لا قيمة له ولا يستحق أن يتعب هذا المسؤول، أن يتعب هذا المدير، أن يتعب الوزير أو النائب على المواطن من أجل خدمته، من أجل إسعاده، من أجل توفير حياة مرفهة بالنسبة للعراقيين اللي هم ذي يصعدوهم لهذه المناصب بالانتخابات اللي دائما نشوفهم قبل الانتخابات فقط، وبعد ما تنتهي ما حد يسمع عنهم شيء. معنا اتصال السيد أبو ذياب من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نبارك بالذكرى 18 لتأسيس هيئة علماء المسلمين. الله يسلمك. وأحب أن أقرأ روح الفاتحة عن روح الشيخ المجاهدين الشيخ عارف الظاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. إن شاء الله شيخنا الفاضل بالفردوس على الأستاذ العزيز. نعم آمين، تفضل. أستاذ العزيز، اليوم الموضوع مخصص عن شنو؟ الموضوع اليوم العراق أسوأ بلد في العالم، تصنيف جديد. نعم أستاذي، عرفت. لا أقول لك أن العراق الجريح، أي الوطن غالي، جرحة كبير. ذول اللي جمي بال2003 سوانا أستاذي، كل شيء ما سوانا. نعم. كانوا يسمون أهل الفلوجة رهابيين، كانوا يشون علينا تنظيم القاعدة، جاب تنظيم القاعدة علينا الفلوجة، نبتعد عن هذا الشيء. كنا نقاوم، أني أستاذي أنا من جيل 2004 تعتبرنا صغير. أني ما لحقت عن معركة الفلوجة لولو أنا انولدت بمعركة الفلوجة ثالث يوم، انولدت ببغداد وأفتخر ولدت بغداد، انولدت بسبع البور بالتاجي، بس بحياتي ما طاب بغداد ولا عايشة، تربيت بالأنبار وأنا أعتبر ابن الأنبار، وقناة الرافدين لا ما أحبها، ما أخابر عليكم، وأني 13 يوم ما قدرت أخابر عليكم لأن أستاذي كان بيها مرض كورونا، والله سبحانه وتعالى. أبو ذياب، أنا طبعا أتمنى لك الحمد لله أنت بخير، والناس إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء من هذا الفيروس. أدخل لي بالموضوع، اليوم العراق ليش وصل إلى هذه المرحلة، إلى هذا المستوى؟ وين هم 18 سنة من حكم العراق؟ أنت هسه من جيل اللي هو جيل بعد الاحتلال، الشباب اللي انولدوا في هذه الفترة، لما وعيت على الدنيا وشفت بلدك بهذا الحال أكيد سألت نفسك أو سألت الأكبر منك إنه إحنا ليش في بلد غني وما عندنا كل مقومات تخلينا بلد معترف به من ناحية مقومات أي بلد حول العالم؟ ليش اليوم إحنا ما عندنا نظام صحي؟ ليش ما عندنا أمن أهم عنصر؟ ليش ما عندنا قضاء عادل؟ وهواية أكو أمور أخرى مفقودة في هذا البلد، ليش؟ نعم تابي، لاحظ من سنة 2003 الاحتلال الأمريكي من احتل العراق بناء على مقومات إنه يقتل الشعب، انه ينشر الطائفيه، انه يقتلون الاطفال. استاذ بسنه 2006 ما اعرف 2007 ما انساها، يجمع الامريكان للمنطقه، تدري ذاك الوقت يفتشون ما حد يقدر يحكيهم، فجيراننا اتذكرها اسمهم احمد ما قبلت تفتح الباب، فدفر الباب وضربها بالرشاشه على راسه. طيب وانا سويت والله استاذ ما كذب، شفت الطابوقه ولقحته وكسرت القلوب من راسه، كان يجي علي راضي هدي تشرب عليه، كان الضابط يدفع وجدك تاني طبعا من الجو. فاستاذي هذا الشيء صار بالعراق، هو هذا الرادو الامريكان، الرادو الاحتلال. واستاذي انا ردت اليوم، يعني ردت اليوم اشارك واشوفك، والحمد لله انت اليوم جيت البرنامج. البارحه الدولار صاعد 160,000 استاذ. طيب. اسالك الله يقبلها، البند الدولي مصعد الدولار بالعراق 160، يعني تضرب طن زيت تشقد راح يصير ب6.5 او ب5.5. طيب. يعني الفقير على الله، اهل الجنوب يعني لا شغل عندهم ولا عمل. نعم. انا عراقي، اهل الجنوب علي عيني وراسي، ما علينا بالطائفيه، الله يعينهم ان شاء الله عن شهر رمضان. وصلت فكرتك ورسالتك يا سيد ذياب. انا ابو ذياب، انا اشكرك من الفلوج، شكرا للمشاركه. عندنا السيد عباس، تفضل من بغداد.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. استاذ ماكو احد، بس الامام ان شاء الله. شلون العفو؟ امام المهدي احمد الحسن وسول امام المهدي مو ظاهر، ليش ما تبايعوه؟ سيد عباس ما فهمت، ممكن تعيد لو سمحت؟ اقول لك ماكو احد، بس وين امام المهدي احمد الحسن وسول امام المهدي؟ اي مو ظاهر امام المهدي، ليش ما تبايعوه؟ سيد وين ظهر الامام المهدي؟ ظهر الامام المهدي حتى ما اخذوه العمايم جماعه الشيعة وطردوه. طيب هسه انا بس اريد اسالك، حتى لا نطبب هاي القضيه اللي ما لنا علاقه بها ولا موضوعنا، انا اريد اسالك، انت مواطن عراقي اليوم موجود في بغداد؟ موجود في بغداد انت؟ ايه. طيب موجود في بغداد. اليوم العراق مصنفيه العالم انه هو بلد سيء، أسوأ بلد في العالم. اعطيني رأيك، ليش وصل العراق اليوم إلى هذا المستوى من السوء، من الانهيار؟ كيف أستاذ، كيف نسوى الله سبحانه وتعالى والإمام ما حد ينصر؟ طيب بعد يا سلام عليكم. شكرا يا عباس. علاء من بابل، تفضل يا علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله علاء. أنا أريد أناشد وزير العمل عدلي الركازي. علي صوتك لو سمحت. عندي مناشدة للسيد. تفضل علاء. نعم أسمعك أستاذ. تفضل محمد. تفضل، أنا هم أسمعك، تفضل. مناشدة للأستاذ عادل مقدمين على العاقلين من 2016. من 2000 وش قد؟ من 2016 مقدمين. 2016 نعم نعم. وقدمنا اعتراضات لحد الآن. نعم. انت نفس الموضوع، انت نفسك الشخص اللي اتصلت بيه قبل قلت لي انه الموضوع منتظر توقيع من الوزير. نعم، يقول لي القاضي كتاب البغداد. اي رحت هاي الاحد القاضي القايم مقام مات الحله. نعم. كتاب البغداد وزير ما يرضى يوافق على الكتاب. الوزير ما دا يوافق، ما عرفت السبب ليش؟ خارج المده. احنا يمكن المره اللي فاتت حضرتك قلت انه هاي الاجراءات تاخذ وقت، بين ما نروح بين ما ندز الورقه بين ما نسوي كذا، يعني بيها بالشهرين تقريبا، فاني اطلع من المده مضطر. اي رحم الله والديك. انا مقدم 2016 وطلع 19/2/2020. نعم. ولحد هاي اللحظه يوميا بهاي الحالة إذا الدولة تقول لك أنت متأخر، القاضي دا يقول لك أنت خارج المدة، أو يعني حسب ما دا أفهم الحل المفروض الدولة أنطتك البديل، الخطوة البديلة اللي المفروض تسويها. لا ما أعطتنا أي بديل أستاذ محمد. إيش قلت لك لعاد الدولة؟ يقولون انتظروها. انتظر. تنتظرون، يعني تنتظرون السيد الوزير يحن عليكم حتى يوقع، مو؟ رحم الله والديك، يحل علي حتى يوقع الكتاب. اذا زين لجنه الاحسان مالي معين ومحافظ قابل، احنا نعم. خارج المبدأ. مناشده للسيد عادل الركابي، مناشده للسيد الاستاذ حسن سيد المعطي القاضي اللجنه العليا للحمايه الاجتماعيه. نعم. نعم يا سيد علاء. سيد علاء، أنا أشكرك، مناشدتك وصلت، نتمنى أنه هي تكون وصلت للوزير وللجهات المسؤولة، أنه هاي البيروقراطية وهذا الروتين القاتل اللي دا تخنقون به المواطن كافي. العراق بلد منهار اليوم، العراق بلد أسوأ بلد في العالم، ما بي مقومات دولة. مواطن عراقي بسيط محتاج فقير في بلد غني، أرأفوا بحاله وانظروا إلى معاناة الناس. يعني اليوم 125,000 دينار أو 200,000 دينار أو غيرها من هاي المبالغ
بعض العراقيين ينظروا لها كأنه هي مليون دولار بسبب الحاجة. والوزير يعني القانون والتزام الوزير بالقانون اللي هو ما موجود بالعراق يدفع إلى أنه هو يعرقل التوقيع على معاملات ناس بسطاء محتاجين. يعني نتمنى أنه رسائل الناس اللي تعاني أصحاب المشاكل اللي موجودة في دوائر الدولة توصل هذه الرسائل إلى المعنيين، إلى المسؤولين، إلى من يستطيع أن يسهل أمر هؤلاء الناس، أن يحل مشاكل هؤلاء الناس بطريقة يعني شوية الضمير يشتغل بيها. أبو أنيس من السماء وتفضل. أبو أنيس. ألو وياك وياك عيني. تفضل حياك الله. أبو أنيس نصي صوت التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو أنيس نصي صوت التلفزيون. نصي صوت التلفزيون أخويا لو سمحت. تفضل. بس القادرين على الرعاية. أبو أنيس. سيد أبو أنيس. وياك عيني. مقدمين على الرعاية الأسماء مع الرعاية. نعم. تقوها. أسماء الرعاية صار لك إيش قد مقدم؟ والله من زمان، من العام جانا الباحث الشهر السادس. شهر السادس 2020. إيه. ليش متأخرة؟ هو بشهر السادس العام جانا الباحث الاجتماعي وقالوا على أساس انتقاء الموازنة، هسه مو قرروا الموازنة. إي. إي عيني. بعد ما اجاك الدور ماكو يعني؟ اي والله ماكو لحد الان. نعم. طيب ابو انيس اعطيني رايك، اليوم العراق شلون صاير كبلد اليوم؟ انت هسه اوكي ماشي بالرعايه الاجتماعيه، لكن احكي لي الوضع العام حواليك، يعني على الاقل حتى نفهم الصوره الاكبر. والله يا عيني الوقت. تفضل. ابو انيس. والله الوضع العام تعبان الاستاذ، يعني شنو هو مو تعبان؟ الاسواق صعدت. نعم. اللي يعني كل المواد الغذائيه صعدت علينا واحنا ناس كثره ما عدنا. نعم نعم. انا اشكرك يا ابو انيس من السماء ونتمنى صوتك يوصل. عندنا ابو ياسين من بغداد. حياك الله. ديالة. محمد ديالة حياك الله. تفضل. حياك الله. حياك الله المحترمين. الله يسلمك يبارك بيك. أخو محمد، إيش معنى قبل 2003 لن يصنف العراق من أسوأ البلدان؟ هل تعرف ظلاء السياسيين ذول النفاذ اللي جابتهم أمريكا؟ نعم. وصلوا العراق لهذا الحطيط حتى تسامح العراق. نعم. يعني اليوم التصريح محمد الحلبوسي. اي. يقول نقدنا من الموازنة الوقف الشيوعي السني للفصائل يفصلون فصل عشائري. لا المرحلة وصلنا. يقول في ناس مطلوبة داعش عمامة وقنا وقتل وندفع طول. الحكومة اللي توصلت منها ما بعد 2003. ليش محمد قبل كان العراق الدلع يحاسي الأمة العربية، اليوم ليش أصبحنا مسرح إيران وغير إيران؟ يحاسي مناشات تيسر بإيران على الساحة العراقية. لازم احنا صرنا نقاتل بالنيابه عن ايران، عن لغه وربع لغه. هم هذول اللي جديد امريكا وايران محمد. نعم. هذا العراق بعد ان قلت لك اصبر سنوات وخش متعصب بالعراق. يعني هذا الحال اللي وصل الى العراق والشعب لحد هسه ساكت. حصه. نعم. ماكو. يعني عمل ماكو. يعني هاي المتظاهرين اللي هم اللي شو اسمه اللجوء اليومي، هم راح يقنعهم الكاظم ويسكتون. يعني كل من ياخذ مصلحته والسعد، ما فاكرين بعراق، ولا فاكرين بحريه، ولا فاكرين بمواطنه، ولا فاكرين كان العراق كان في مقدمه الدول محمد. نعم. كان العراق له كيانه، لعيبته. ليش لهم العراق ما له سياده ولا لعيبه؟ يا يجيك فخمينه، ظل هاي السياسيين. فبعد راح تشوف الازيدين، لا الاعمام هو ما محترم ولا تهوس وراه، لا لابس اعمام هو ما محترم الناس تنطم وراه. لا بس دعمهم هو ما محترم، هو جابه. ما يصير هذا العمل اخوان،
اريد احنا اريد دوله مدنيه، اريد نعيش تعال سلمي. يعني هذا الحال يوصل بالشعب وظالين يصبر شعبهم عليه، والله هذا لابس عمامه، والله هذا جاب ايران. وهذا الحال هو اللي خلينا صار بالشعب يا محمد. شعب ساكت الحدث ده، شعب ما فكر بكرامته. يعني يرسم ويمشي ويصيح هيهات هيهات من الذله. اكو اجد من هاي الذله بعد، اكو اجد من هاي الاهانه بعد. اليوم 18 سنه يا محمد تكون جوع وطاقيه وقتل وتهجير ناس بالمغيبه. يعني شفنا العجائب، شفنا العجائب هذا بعد والحدث الشعب ساكت. هذا حال العراق وصل بعد انقتيل، ما اقول شعب نايم. سيد ابو ياسين انا اشكرك، كنت معنا من ديالى. عندنا ابو حكمه من الموصل، تفضل يا سيد ابو حكمه حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك يا محمد؟ انا وسهلا حياك الله بارك الله فيك. استاذ محمد البلد يوم من أسوأ الى أسوأ. نعم. البلد خربان وما تقوم له الى يوم القيامه. لان ماكو كل شيء بهالبلد. كلها واسطات وكلها اللي عنده عرف اللي عنده مدري ايش. انا نايف ضاب بديش السابق. نعم. عندي خدمه 35 وعمري 67 سنه والمعامله مالتي مع الجيش السابق احنا بالمحاربين. نعم. يعني من يعني ايش اقول لك، يمكن صار لها 10 سنوات 12 سنه ولحد الان معاملتي بالمحاربين لا تقاعد لا حقوق، وانا مهجر من الموصل وهسه قاعد بالشمس. مو ظلم لما نشوف اليوم هيك حالات مثل حضرتك وغيرك، ونشوف بالمقابل البرلمان وبعض المؤسسات اللي تابعه للحكومه مثل مؤسسه السجناء السياسيين تريد تصرف رواتب رفحاويين وما سبق، يعني باثر رجعي تصرف لهم الرواتب، تريد الدوله تخصص لهم، ونشوف الدوله تهتم بموضوع الرفحاويين والسجناء السياسيين اللي كانوا سبب من أسباب قتل الجيش العراقي. نعم. قتل أبناء الجيش العراقي. نعم. المؤسسة العسكرية هذا لما يباوع. نعم. عليه اللي خدم البلد ما يحس بظلم؟ والله أستاذ محمد أنا 20 مرة ناشدت وزير الدفاع وما خليت واحد من عندهم يومية يقولوا لي باتوا المعاملة عقب المعاملة. يعني أنا والله ما أعرف وين أمطي وجهي. يعني ما ظل من عمري شيء. يعني تدي 67 سنة ها لو بكورونا لو جلطة لو واحد، وإحنا شاركنا بالجيش العراقي يعني من سنة 71 إلى 2003. نعم. والمعاملة نايمة وحد يقدر يمشيها ولا أبد. نعم. يعني ما أعرف واحد لمن يناشد، ناشدنا وزير الدفاع ولا كأنما، ناشدنا الأخ ولا كأنما. يعني الناس وين تروح؟ نعم. والله وبالكل زمرانا يعني احنا ما يعني ما نعرف وين ننطي وجهنا. نعم. احنا نظل هيك شيء. سيد ابو حكمه يعني ماركو. نعم. يعني نعم. انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركه، نتمنى صوتك يوصل وهاي الرسائل من اصحاب المعاناه العراقيين. البلد ليش يصنف بهذا المستوى من السوء؟ طبيعه الحياه اللي بيه، طبيعة النظام القائم اللي بيه، وكيف يدير الأمور، وكيف يدير حياة الناس، وكيف يدير شؤون البلد. العراق اليوم من سيء إلى أسوأ بسبب يعني هاي الحالات. هاي جزء بسيط من معاناة كبيرة يعيشها أبناء العراق في داخل بلدهم. اللي قدموا خدمات إلى هذا البلد، إلى الوطن على مدى عشرات السنين من عمرهم أفنوا في خدمة هذا البلد، ما يحصلون على حقهم، على تقدير من بلدهم نظير خدماتهم اللي قدموها. بعض اللي منتسبين كانوا في الجيش السابق ممنوعين من الحصول على تقاعد لأنه قاتل ضد إيران. اليوم هكذا يتم التعامل مع شريحة من المتقاعدين أو من يستحقون التقاعد في العراق اليوم، لأنه هو قاتل إيران، وبالتالي أنت شلون تقاتل إيران فأنت ممنوع من أن أنت تحصل على تقاعد. هذه شريحة موجودة اليوم في العراق تعاني، والرعاية الاجتماعية معاناة أكبر، وغيرها وغيرها. طبعا نسمع على حديث السيد عطوان من بغداد، تفضل. الله يحفظك أستاذ محمد، شلونك أنت؟ والله الله يسلمك. جاي تعاند للعراقيين. والله أنا عطوان رشن حسان، حياك الله. وخدمت البلد 10 سنين والله بالبحرية. مشات. نعم. بحري. نعم. والأمر مالي عبود قمر هاشم مقدم ركون، وهاي هويتي. نعم. شايل هوية جيبي والله قديمة. نعم. بالـ 1980 وخدمت البلد. وهسه الرعايه ذاك اليوم رحت لهم
وقالوا له على مود الموازنة والله وعدي وأنا عمري 60 سنة نعم. يعني هسه راح نموت وكل شيء ما مستلمي لا 70 ألف ولا التعريف نعم. بس أشتغل الراتب مالهم 70 ألف 50 ألف ماكو يعني بهاي النقطة بهاي النقطة أنا أريد أسأل هسه حضرتك وغيرك يعني طبعا. اليوم احنا ليش وصل الحال بالعراقيين انه يتمنون السبعين الف اللي هي اقل من المئة دولار ويريد يدمرون البلد شلون يدمرون نعم. يدمرون هذا البلد كله خيرات استاذ محمد انت تعرفه كل شيء بيه كل شيء بيه فوسفورات كل شيء بيه نفط زيبق احمر بالعمارة نعم. سمك تكرم هاي الحيوانات البيئة نعم. الدجاج واللحم والبيض والأشكال والفواكه يعني أشكال يعني يردون يجمرون هذا البلد أنا يدمرون إليه اللي قاعد بالإيجار وعدف من جهال وقوم وبنات نعم اللي والله جاي يعني ميت أنا أخو الميت والله وسوى عملية وراك لهم ناجد أبو الإعلام أبو الوزارة أستاذ نجم أخذ هذا الصور ووده للوزير نعم وهذا سحبت ورقة من الحاسبة سحبتها من الحاسبة طلع اسمي بس وين الراتب وين والله ولا درهم ما يستلم يعني سيد عطوان إذا يريدون أنت رجل أنت رجل تبلغ من العمر 60 سنة وخدمت البلد إذا اليوم يريدون يصرفوا لك شيء إيش تتوقع ممكن ينطوك من ما يعني الدولة نعم هل يكون 70 ألف بالشهر كافي طيب ماشي أنا أريد أسألك هاي 70 ألف اليوم ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار أزمة كورونا غلاء الأسعار بالعراق إيش ممكن تسوي لك هاي 70 ألف؟ محمد عايشين على الحصة على الحصة والله بالقرى هاي في شهر الثالث إيش بيها الحصة مكونات احكي لي بالله سيد عطوان نعم نعم استاذ محمد انا السيد راح يخلص والله العفو بس سريعا الحصه شبيها اليوم يعطون كل فرد بطل زيت واحد بس ثمانيه يعطون ثمان الطاوله بس زيت ثمان الطاوله اي بس يشغل ثمان يعني يكفينا والله ماشي بس زيت يعطوك لا زيت وشكر وثمن وطحين هاي ماشي اربع اشكال طيب هاي كل ايش قد تستلمها كل ايش قد كل شهر طيب مرة شهرين ثلاثة والله العظيم وقاعد على الحديدة الوزير نعم. يعني نعم. ما يسمعنا على إذاعتكم نعم أنا أشكرك يا سيد عطوان من بغداد نتمنى صوتك يوصل ما نريد هم نخلص الرصيد اللي عندك أنت تستلم أربع مكونات كل شهر وأحيانا تقول كل شهرين ثلاثة بعض المناطق في العراق ما توصلهم الحصة التموينية وبعض المناطق في العراق وناس اتصلوا بينا قالوا هذا الكلام شهرين وثلاثة يلا يستلمونهم كيلو طحين أو بطل زيت هل يعقل أنه وزارة التجارة بالمليارات الموجودة في خزينة الدولة العراقية ما قادرة توفر للمواطن العراقي مكونات أساسية يعني قوت اليوم مثلا لقوت الشهر لعائلة مكونات أساسية مثلا بطل زيت وتمن وشكر وطحين وبعض المكونات الأخرى موجودة ثابتة تكون في كل حصة تموينية في العراق ليش ما تقدر توفر للمواطن اليوم ليش العراقي صار يتمنى 70 ألف دينار عراقي اللي هو على التصريف اليوم أقل من 50 دولار بالشهر إيش ممكن تسوي هذا المبلغ إيش ممكن يسوي لعائلة مكونة من 8 نفرات مثل ما يقول السيد عطوان بالنسبة إلى حالته وغيرها طبعا خلينا نتكلم اليوم على جزء أيضا من المعاناة الكبيرة للعراقيين هي موضوع غلاء الأسعار طبعا مصادر صحفية نقلت عن أصحاب محلات تجارية ومواطنين في العراق تأكيدهم أن المعاناة ازدادت بشهر رمضان انقطع تزويد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية في بعض المناطق مثل ما قلنا وارتفاع أسعار العراق بسبب سعر الدولار وماكو سيطرة على الأسواق على الأسعار على أسعار المنتجات الغذائية في العراق كل من يبيع بكيفه وكل منطقة بها سعر يختلف وهذا كلام اليوم موجود حقيقة في العراق هذا فقدان سيطرة من الدولة على الأسواق على الأسعار وبالتالي التجار بعض من التجار الجشعين يستغل الفرص في رفع الأسعار في سبيل تحقيق مكاسب على حساب المواطن طبعا ومعاناة الناس من عندنا السيد محمد من واسط تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله استاذي على مود هاي مال العاطلين
نعم. ما العاطلين جاي نقدم ماكو يعني جاي تروح اسمانة. نعم. ما جاي نحصل عليها يعني. يعني أنا أشتغل أو نوزع بحسلي وكلا. نعم. رجعين للوكلاء فتطبق علينا سيارات اخر كديل تحصل طحين ومسجله بمال عاطلي. طيب فانا شنو ذنبنا؟ انا تطبق اخر موديل وانا اشكل واشتغل عماله امي 15 20 هذه. نعم. وهاي ثابته؟ هاي هذا المبلغ اللي تاخذه ثابت لو حسب الظروف؟ لا والله متقطع متقطع يعني متقطع. اطلع يوم اسبوع قاعد اطلع يومين اسبوع قاعد هيك. نعم يعني بالشهر كلش اذا حصلت لك تحصل لك على 100,000. 100,000 150 بالزايد. شو تسوي لك هاي ال 100,000 اليوم بالعراق؟ والله عندي جاي اجيب حفاضات حليب عند طفل وجاي اجيب له هاي تعرف والدار هاي الحليب القوطيه بسبعة ونص. نعم. بطل الزيت باثنين ونص مدري بثلاثة ونص. يعني القصد انه هذا المبلغ ما يكفيك انت انه تعيش اليوم مرتاح؟ ما يكفيني او على الاقل باساسيات لا الحياه. الله وكيلك حياه تعيسه. نعم انا اريد اسال اليوم سيد محمد الحياه تعيسه هاي ليش وصلها العراق اليوم 18 سنه من الوعود 18 سنه من المليارات وين؟ والله استاذ ملينا من الوعودات ملينا تاذينا وخصوا احنا الفقره اللي وقعنا بيها ترى لا اكثر ولا اقل. وكل شهر قبل الانتخابات يجوك تعال انتخبني حتى اسوي لك الحياه جنه انتخب وراح نسوي لك اياها وش تريد نسوي لك الشط مرق وزوف واشي على قول فهم. ورا الانتخابات شفت مسؤول اجى باوع على حالك على حال الناس؟ لا يعرفك ولا له شغله فيك اصلا حتى ما من يشوفك يصعد الجامعه حتى ما يعرفك ولا كان انت من يمه وانتخبه. نعم سيد محمد انا اشكرك من واسط شكرا جزيلا ونتمنى صوتك يوصل. من مشاكل العراق اللي وصلت الى يعني محاوله تخريب وتدمير اجيال كثيره ومتتاليه في العراق من شباب العراق هي موضوع المخدرات طبعا، وانه البلد هذا يسير من سيء الى اسوء بفضل عوامل كثيره من ضمنها طبعا الاستغلال السلطة والأحزاب والميليشيات لسيطرتها على الدولة في سبيل جعل العراق اليوم بلد بدل أن يكون فقط مستهلكا للمخدرات أو أحيانا كان بوابة فقط لمرور المخدرات أصبح مصدرا لها وأصبح صانعا لهذه المخدرات في العراق. صحيفة الاندبندنت البريطانية أكدت أن الإدمان على مادة الميثان فيتامين المخدرة منتشرة في العراق وباتت تدمر شريحة الشباب. أوضحت الصحيفة أن أعداد متزايدة من العراقيين بدأوا بتناول المخدرات للهرب من الواقع الذي يشهد معدلات عالية من البطالة وانتشار الفساد الذي دمر الاقتصاد والبنى التحتية المدمرة المتداعية في بلد انتقل من نزاع إلى آخر منذ الغزو الأمريكي عام 2003. أضافت أيضا أن تجار المخدرات يستخدمون طرقا جديدة لجذب المتعاطين، فبدلا من بيع المادة في الشوارع يعطي تجار المخدرات كميات مجانية للمناطق الفقيرة وينتظرون إدمان زبائنها حيث يأتون ويطالبون بالمزيد. هاي واحدة من معاناة العراقيين في بلد تملأه الأحزاب الدينية وفي بلد يتحدث الجميع فيه عن النزاهة والشرف والعفة من المسؤولين والكل يتحدث بلغة الوطنية. من الذي يسمح بدخول هذه المخدرات؟ كيف يسمح بأن تنتشر في العراق وبين شباب العراق بهذه الطريقة؟ استغلال حاجة الناس واستغلال معاناة العراقيين ومآسيهم وأحزانهم في سبيل أنه يجرون اليوم إلى طريق آخر من التهلكة، الإدمان على المخدرات. هذا تقرير صحيفة بريطانية تنظر إلى الواقع من بعيد. انظروا أنتم إلى الواقع في داخل العراق وستعلمون الحجم الكبير لهذه المأساة. السيد أبو عباس من كربلاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عم سيدي شلون حوالك؟ حياك الله أبو عباس أهلا وسهلا. الله يعزك.
الله يسلمك. والله يا عم المشاكل هواية، هي انت علي ما تشتكي على الوجبة هاي الغذائية، الدولار هذا صعدوا علينا. نعم. اي والله هلا اشياء هذا اللي هسه الدولار هذا صعدوا، زين هذا ابو رحمن والدك هذا اللي اشتكى هسه يريد له 70,000 من الدولة، 70,000 دينار شنو قيمة 70,000؟ نعم. وهاي قيمة المواطن العراقي اليوم صار 70,000 دينار؟ 70,000 دينار هذا يطلبهم للدولة 70,000 دينار راتب رجال كبير عمره 60 سنة، أنا مثل هسه أنا عمره 60 سنة كل شو ما محصل من الدولة، هم خدمنا بالجيش العراقي وقضينا عمرنا بالجيش العراقي كل شو ما استفادينا. زين هذا اللي يطلب 70,000، ذول البرلمانيين وهاي الحاشة مالتهم والخدم والحشم هذا كل واحد ياخذ له 3 ملايين 4-5، شنو فرقهم عن هذا يعني شنو؟ تسدد فيهم هذا. ايش دا يقدم؟ ايش دا يقدم للعراقيين اليوم؟ هذا المسؤول اللي ياخذ ملايين. ما انا اسال سؤال هسه، اسال سؤال يعني هذول اللي موجودين هسه هم والحاشيه مالتهم والخدم والحشم مالتهم جاي ياخذون فلوس من الدوله، اقل واحد ياخذ له مليون ونص. طيب جاي يقدم هذا، جاي يسوي يعني شنو هذا؟ لازم يجيب كتابه من السماء مرسل بس الدفتين. نعم. يعني شنو هذول العراقيين ما لهم حق بهالبلد؟ ها الناس الفقراء المساكين اللي بعدها، احنا هسه كذلك احنا الله وكيلك انا هسه هذا الاحاجيل قاعد بقطع بلديه تجاوز عندي. نعم. جهال تقريبا بيهم 10 نفرات، ما عندي لا راتب ولا حتى هاي ما ادري يسمونها هاي الفلسين. نعم. كل الفلسين اللي يعطونها للشعب يضحكون على الشعبيين اذني. نعم. كل شيء مستفادين منه، شنو المستفادين منه جايتين؟ زين هذا الدولار صعدوا علينا هسه برمضان، قبل الدجاجه تحصلها 5,000 6,000، هسه الدجاجه ب 10,000 دينار عندنا. زين البطل الدين كان ب 1,500 هسه ب 3,000 دينار، بويا رمضان هسه والدولار جاي يصعد اظن وصل لل 50 ما ادري قد وصلوا. نعم. شنو الوضع؟ شنو ماهري؟ ما وضع يا الفقراء المساكين؟ لا حول ولا قوه. ما ادري يعني شنو من الحج ما جاني فيه والله ما له غير الله احنا يخلص لما يشوف الفلوس. شكرا يا ابو عباس، شكرا من كربلاء للمشاركه. عندنا مخلد من بغداد، تفضل يا مخلد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم علينا وعلى الجميع ان شاء الله. امين صار. علينا اجمعين ان شاء الله، تفضل. استاذ يعني اريد نشوف يعني يعني احنا ناس كسبوا على باب الله جاي نطلع يعني هسه انا اشتغل في مطعم. نعم. يعني من صارت هاي شغله كورونا لحد الان يعني يفتحون من 7 او يعزلون يعني فتحوا من 11 الظهر يعزلون للسبعة، هسه اجى رمضان يعني غلق فد مره هنا يعني شنو يعني وين توجهنا وين نروح؟ يجي هسه البرلمانيين قام يشغلون هاي مال العاصمين يبغون بس قبل الانتخابات يجي يقول لنا تعالوا انطونا نسجلكم مال العاصمين. نعم. يعني احنا نريد صوره حل لهذا الشيء استاذ، يعني توجيهاتكم و... يعني احنا في المنطقه بس وقت الانتخابات تجي احنا نريد ندعم الشباب. منو يجيكم قبل الانتخابات يا مخلد؟ اكيد يعني هم اللي مسجلين اللي بيقدم على المرشحين الجدد. طيب شو وعدوكم قبل الانتخابات؟ يوعدونا بالتعيين ويوعدونا بكل شيء راح يسوونه وكل شيء كلاوات. هذا الكلام صار لك ايش قد عايش بيه ويا هذا الموضوع؟ عايشين احنا من سنين يعني استاذ، يعني انت تعرف يوميا وبعدين نجيك وما اقصد. نعم انا اقصد يعني حتى لا يقولون مثلا انه الانتخابات اللي فاتت هيك صار بيها، صار لك كم انتخابات ويا هذا الموضوع؟ او على الاقل دا تشوف اللي حواليك دا يمرون بهذا الموضوع، يجي مسؤول يوعد وما حد يشوفه ورا الانتخابات، ايش قد مرت عليك انتخابات بهذا الموضوع؟ استاذ احنا مرت علينا تعرف انت انتخابات، انت صارت كم انتخابات احنا؟ نعم من 2005 انتخابات نفس الخمس حتى الان نفس الاشكال نفس الاستراتيجيه وموعدون ما كل صوره حل. نعم لانه كل مسؤول هو نفسه صار له بالحكم من 2003 يجي اليوم يوعد العراقيين بشيء جديد. اي اكو من اكو بيهم ويتغيرون يعني يتغيرون. ايش قدموا؟ ايش قدموا؟ ما قدموا كل شيء، ما قدموا وقت بشوف بينك كل شيء ما قدموا. نعم سيد مخلد. نعم احنا خريجين احنا شباب خريجين يعني كملنا تدريب خصوصنا يعني اقل مطلب هو حقنا. نعم تعب دراستنا.
أنا أشكرك يا مخلد من بغداد، شكرا للمشاركة. حقك في بلدك أن أنت تحصل على فرصة عمل ووظيفة تليق بك وبالشهادة اللي حصلت عليها في بلد غني، من المفترض أن أنت الأولى دون بقية الجنسيات الأخرى. اليوم أكو هواية جنسيات أجنبية يعملون في العراق، أنت ابن البلد أولى بالحصول على فرصة عمل، أولى بالحصول على وظيفة براتب مجزي لك ولعائلتك في هذا البلد، بلدك الغني. لكن اليوم اللي يوعدون أكثر من واحد يتصلوا حقيقة يتكلمون بنفس النقطة، يجي المسؤول ذليل يحاول يكسب الناس، يكسب عواطف الناس، يستعطفهم، يغريهم ببعض الأمور المادية ربما في سبيل أن هم يذهبون حتى ينتخبوه. لكن بعد هذه الانتخابات يقول محمد من واسط، يمكن يقول يرفع الجامة حتى ما يشوفني، يرفع جامة السيارة حتى ما يشوفني وحتى ما يعرفني أو ما يريد يعرفني، أنه أنا نفسي الشخص اللي رحت انتخبته في الانتخابات السابقة اللي وعدني بأنه يحول لي الحياة إلى نعيم. اليوم بعد ما تخلص الانتخابات ويعرف شنو حصته في هذه الحكومة، خلاص يكتفي من المواطن وما يهمه شنو يكون بعد وضع المواطن، حياة المواطن. ومثل ما يقول أيضا السيد أبو عباس من كربلاء، إيش قدموا حتى يستاهلون هذه الملايين والمليارات؟ عادل عبد المهدي المتهم بقتل العراقيين، واللي اليوم هناك 5 عوائل عراقية في فرنسا رفعت دعوة قضائية ضد عادل عبد المهدي من أجل القصاص منه باعتبار أنه هو أول وأبرز المتهمين والمسؤول عن سفك دماء العراقيين في ثورة تشرين. اليوم عادل عبد المهدي كان في كلمة سابقة، في لقاء سابق، يتحدث عن $1,000,000 شهريا هي نثرية عادل عبد المهدي فقط، لا الراتب ولا بقية الامتيازات، هذه فقط النثرية $1,000,000. يقول أنا أوزعها للفقراء وكل المسؤولين يسوون هذه الخطوة. لو كل مسؤول في العراق فعلا وزع هذه المخصصات اللي هي فوق $1,000,000 عادل عبد المهدي وغيره، شلون كان حال المواطن العراقي اليوم؟ حسبوا كم مسؤول وحسبوا كم $1,000,000 وشنو ممكن تغير وتقدم شهريا هذه المبالغ للعراقيين. طيب عندنا موضوع التعليم طبعا، وأيضا من ضمن مقومات الدول المستقرة والمتقدمة حول العالم هو نظام التعليم، نظام التربية والتعليم والتعليم العالي والأبحاث العلمية طبعا هي التي تنهض وتتقدم في بكافة البلدان الموجودة حول العالم. اليوم العراق بلد سيء جدا في هذا القطاع. لجنة التربية النيابية أكدت أن المؤسسة التربوية في العراق تعاني الكثير من الصعوبات منذ سنوات. قالت اللجنة أن الطالب العراقي يعاني الكثير من التدني والتراجع، مشيرة إلى أن منصة التعليم الإلكتروني تسببت بتراجع مستوى التعليم والمستوى العلمي للطالب العراقي بسبب فعاليتها التي تقل كثيرا عن التعليم الحضوري. أضافت أن الدوام الحضوري مهم جدا لما تبقى من السنة الدراسية الحالية لإنقاذ القاطع التربوي في البلاد. لكن في نفس النقطة، الدوام الحضوري في ظل وباء كورونا وفي ظل عدم استعداد الحكومة لفيروس كورونا وهذه الإصابات التي تتزايد يوما بعد يوم، أيضا قرار انتقده الطلبة بشكل كبير ورفضته شريحة كبيرة جدا من طلبة العراق، أنهم يرفضون الحضور ويرفضون أداء الامتحانات بالنظام الحضوري. عندنا بعض الرسائل. أبو محمد الزرقاني من الأحواز يقول السبب في دمار العراق ووصوله إلى هذا المستوى من التدني بالتصنيفات هو حكام البلد حرامية، وأنتم بحاجة إلى رئيس وطني يقود هذا البلد. أخوكم فيصل أبو محمد الزرقاني من الأحواز. عندنا رسالة. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم وللجميع. يقول أستاذ محمد، العراق من عام 2003 ولهذا اليوم بدون إدارة وحكومة، مجموعة لصوص وعصابة حكامه لا يهمها ما يحصل في العراق. العراق يحتاج لقائد عسكري شجاع وجيش قوي ومدعوم من الجامعة العربية بإشراف الأمم المتحدة، وإبعاد هؤلاء القتلة واللصوص عصابة الخضراء، وعودة العراق إلى دولة أسوة بدول العالم والدول المجاورة، والسلام عليكم. أحد المشاركين يقول مساء الخير، مساء النور. طبعا مشاهدينا الكرام، إذن العراق اليوم يصل إلى ذيل تصنيف مؤسسة باف
المتخصصة بالدراسات والتصنيفات العالمية، طبعا هي تضم مجموعة كبيرة من الباحثين من الأخصائيين في هذه المواضيع، في قضية الاقتصاد، في قضية الاستثمار، النظام الأمني، الحياة ومستويات جودة الحياة حول العالم. قاست هذه الأمور وصنفت بناء على عدد كبير من الخبراء بشكل هي مستمرة عليه منذ 6 سنوات لغاية هذه اللحظة. واليوم العراق نراه بذيل الترتيب، عراق مدمر، بلد فاقد للأهلية أن يصنف أصلا، لكنه كان ضمن الدول العربية الموجودة وبالتالي حسب ضمن هذا التصنيف. لولا هذا الموضوع أو هذا الشرط لما دخل أصلا إلى هذا التصنيف العراق. العراق ذيل القائمة، أسوأ بلد عربي، أسوأ بلد عالمي. اليوم العراق هو أسوأ بلد يمكن أن يعيش فيه الإنسان أو يمارس فيه أي نشاط اقتصادي، علمي، استثمار، أي جهد أو نشاط يمكن أن يبذل الإنسان سيفشل فيه في العراق إن لم يتعرض إلى الابتزاز، إلى المضايقات، إلى التهديد، إلى مخاطر كثيرة في بلد يحكمه قانون الميليشيات ويفتقد أبنائه إلى قانون حقيقي يسير أمور ويدير شؤون هذا البلد. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.